انتوا عارفين ان السلطات في الصيف عندي اساسيه، ما بالك النهارده الاثنين، واساس الاكل الصحي سلطه وخضار، سلطه وخضار. انا سمعت لسه فيديو مش عارفه ازاي ممكن نطبقه، بيقول لك ايه، ان لازم ما تقفوش في المطبخ يومين في الاسبوع، يومين في الاسبوع ناكل ايه؟ خضار، خضار وبس، خضار ني مش مطبوخ. هو بيقول كده، ماليش دعوه تتنفذ ازاي دي مش عارفه، بس هما بيقولوا ان كل الدراسات اثبتت ان مش المفروض ان احنا نطبخ طول الوقت ونقف في المطبخ طول الوقت، لا احنا ناكل خضار الفريش يومين في الاسبوع. يقول لك ايه، هو كده بيخلص الجسم من السموم كلها. طيب هنحاول، مش عارفين هنعملها ازاي. السلطه دي بقى زي ما بقول لكم سلطات اساسيه عندي في الصيف. السلطه دي بقى سلطه مختلفه حلوه قوي هتعجبكم، هي بالفاصوليا الخضراء. والفاصوليا الخضراء من يعني كل الخضار وخصوصا الفاصوليا الخضراء سوري حد جاي في سيرتي شرقه معتبره، حد جاي في سيرتي بالخير اكيد طبعا. الفاصوليا الخضراء برضو من الحاجات المليانه فيتامينات ومعادن اكتر من رائعه. هعمل فيها ايه؟ اول حاجه كده اخدها اسلقها وبعدين نقول المقادير. اهو ما انا اهو انا قلت هسلقها وبعدين نقول المقادير. يلا بينا. فاصوليا حطيناها على النار. عندي بقى ايه، كوبايتين جزر ماشي، عندي كمان فلفل احمر وفلفل اخضر حار، وعندي كمان فلفل رومي احمر كمان واخضر، هو فلفل الوان، ثوم، ملح وخل وزيت زيتون. لا مش 4 معالق كبيره ملح، لا هو ملح كده بسيط خلاص، ملح بسيط هنحدقها تحديقه بسيطه. نقول تاني، كيلو فاصوليا فريش بالورد، عندي هنا كوبايتين جزر مبشور، فلفل احمر وفلفل اخضر اللي هم الفلفل الالوان، وعندي كمان فلفل حار احمر وفلفل حار اخضر، ثوم مفروم وملح. يا جماعه مش 4 معالق كبيره ملح، دي غلطه ماشي ماشي اوكي، و4 معالق كبيره خل وشويه زيت زيتون. طيب لا يا فيفا، ده احنا زي ما اتفقنا هنقلل الدهون خالص، فانا مش هحط زيت. عايزه اقول لكم ان زيت الزيتون وجوده على طبق السلطه ان شاء الله معلقه واحده ملين طبيعي ومهضم وفيتامين اهي رائع للشعر والبشره وللضوافر. مش عايزه اقول لكم يعني معلقه زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد على السلطه دي مش كده وخلاص، مش طعم وخلاص، لا بجد مليانه فيتامينات ومعادن. وبعدين احنا عندنا جسمنا ده بيمشي في الفيتامينات، في فيتامينات بتمشي في وسط عادي، وفي فيتامينات لازم تمشي في وسط دهني، فمهم جدا ان احنا نحط حتى ولو زي ما بقول لكم معلقه زيت في السلطه. طيب بسلق ايه؟ عندي هنا الفاصوليا الخضراء، ونقول الو يا ست ام طارق. حبيبتي عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ وحشاني قوي قوي قوي. وانت كمان ايه اخبارك وايه اخبار الحمد لله يا حبيبتي حبايبك واحفادك؟ الحمد لله والله كلهم كويسين الحمد لله. يا حبيبتي يا رب دايما، يا رب دايما. قولي لي بتعملي الكوسه ايه ولا ايه ولا ايه، احكي لي. ايه الكوسه؟ بحبها محشيه وبحبها مطبوخه باللحمه. الله عليكي بقى، زي ما احنا عاملين كده. حياتي تعيشي وتعملي. الله يبارك لك يا رب ويصلح حالك، احنا بنتعلم منك كتير يا بيبا. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ده انا اللي بتعلم منكو. ربنا يبارك لك. تسلمي لي يا حبيبتي يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ربنا يسعدك دايما، سامع صوتك يا رب بكل خير. الله يخليك يا حبيبه قلبي ويسعدك دايما يا رب باولادك وينجح لك ولادك يا رب. يا حبيبتي ربنا يخليك ويخلي لك حبايبك كلهم. الله يخليك يا حبيبتي، نورتيني يا حبيبتي، نورتيني يا حبيبتي. حطيت ايه؟ حطيت كل الخضار اللي كان عندي، الا وهو الجزر، وعندي هنا كمان ثوم، حته ثوم صغننه قد كده، وعندي الفلفل الرومي والاحمر واخضر وفلفل حار. طيب حلاوه السلطه دي في تتبيلتها
وحلاوه السلطه دي ان هتقعد عندك في التلاجة شبه المخلل كده، شبه المخلل كده، هتعجبك جدا. يعني كانك بتاكلي سلطه، بس لو انت كيفك في الحاجات اللي هي مخلله دي شبه المخلل، هتعجبك جدا. الو يا عم حسين. يا مساء الفل. ايه يا عم حسين، حد جاي في سيرتك انت كمان؟ حد جاي في سيرتنا؟ مش عارف عامل ايه يا عم حسين، ايه اخبارك؟ ازي حضرتك يا سيف؟ الحمد لله. والله انت عامل ايه؟ الحمد لله، كل يوم احلى اكله. الحمد لله، كل يوم احلى اكله مع شيف ايفان. الله يخليك، الله يخليك يا عم حسين، كده دايما جابر بخاطري والله. الله والله حضرتك تسالي كل خير يا شيف. ربنا يعني يخليك، يعني بنحب حضرتك ومتابع حضرتك يعني يوميا يعني. ربنا يخليك على القوات اللي عاملاها دي يعني، والف هنا عليكم يعني. تسلم لي، اتفضل معانا. ان شاء الله. اتفضل يا راجل يا طيب. الله شيلينا نصيبه. طيب لو يمكن بس يعني كده هبعته لك لاسوان، بس بس ما يكونش في النص بس يتاكل. ربنا يخليك يا عم حسين، دايما سامع صوتك بكل خير. مع الف سلامه. الخضار ده بصوا، عايز اقول لكم ان هي كده خطيره تحفه وريحتها طالعه تجنن. طبعا فلفل حار لو مش عاجبكم هنبدله يعني هنشيله، لكن انا بالنسبه لي يعني فلفل حار ده اساسي. عايز اقول لكم ان الفلفل الحار بيزود الحرق، الحاجه السبايسي يعني بتزود الحرق، بس طبعا بنسبه معقوله. في ناس ما بتستحملش خالص الحاجه ان هي تكون سبايسي، يعني بالنسبه لها دي حاجه قاتله يعني مفيش ياكلوها، ولكن نسبه منها مش عايزه اقول لكم فعلا بتزود الحرق. طيب عندي بقى الفاصوليا اتسلقت اهي، واروح واخداها ويحطها عندي كده، وحلاوه السلطه دي زي ما بقول لكم تبرد، تتحط فيه برطمان وفي التلاجة اهي. سلطة شبه المخلل هتعجبكم جدا جدا. يا ميرفت. الو الو. يا صباح الفل والورد والياسمين. حبيبتي ازيك، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلميني والله، مبسوطه ان الوصفات على قد ما هي بسيطه وصحيه انها عجباكوا. لا جميله جدا 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 حبيبتي. كنت عايزه اسال الحاجه الاولانيه اللي عملتيها، كان في حاجه صغنونه حطيتيها، ده كان شويه ثوم مهروس. مش كده مظبوط؟ ثوم مهروس. على فكره انا عملت المكرونه امبارح الانسجام السكر. حياتي الف هنا. الله يهنيكي، مكرونة السيدة زينب. ايوه مكرونة السيدة زينب جميلة جدا جدا جدا. عايزاكي بقى تجربي كمان الطاجن اللي احنا عملناه امبارح. حاضر. ده هيعجبك. ايه ده؟ الطاجن اللي هو المكرونة برضه. افتكرت. طواجن بتاعت محلات شبرا. بتاعت الكشك. هيعجبك. انا من شبرا. قوي. شفتي بقى؟ طيب انا هعرفك، وانا برضو بقول الصوت ده مش غريب عليا، شبراوي. حبيبتي قلبي انت سكر. حبيبتي ربنا يخليكي. كل بيكي زي الفل، وميرسي قوي على الجروب اللي بيرد على التليفون. كلكم ذوق ذوق ذوق، تستاهلوش غير كده. ربنا يفرح قلوبكم كلكم حبيبتي. شكرا شكرا حبيبتي، دايما سامعين صوتك بجد، ميرسي يا حبيبتي ليكي. بس كده هنعمل ايه؟ هنسيبها في التلاجة يا جماعه تاخدوا منها. بصوا دي كانها طبيخ، طبيخ خضار أكلة، ولكن بطريقة مختلفة. زي ما قلنا السلطة دي عبارة عن إيه؟ وجبة كاملة متكاملة، ولكن بطريقة مختلفة، طريقة صحية أكتر، طريقة خفيفة علشان الحر. أنا عندي كده السلطة خلصت، هروح أجيب الطبق وأقدمها. ماشي أهو، ونقول ألو يا أم حنين. صباح الورد والياسمين على احلى شيف ايفان في الدنيا والله. يا روح قلبي ازيك، عامله ايه؟ انت جميله والله، انت جميله ومنوره حياتنا والله العظيم. يا حبيبتي انتوا الاجمل. حياتنا جميله بيكي والله العظيم. يا نهار ابيض الكلام ده والله كتير عليا. ربنا على احلى 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 وصفات من ايديكي يا قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليكي والله. ربنا يرعيكي ويحفظك ويخليكي لينا يا رب. حبيبتي شكرا. ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. يخليكوا ليا والله، ممتنه لكل كلامكم حقيقي. شكرا. انت تستاهلي اكتر بكتير والله العظيم. يا حبيبتي ربنا يخليكي بجد، ممتنه ليكوا جدا جدا لكل مكالماتكم بجد واتصالاتكم. انا ليا رجاء من حضرتك بس يا شيف فيفيان والنبي. قولي لي.
بنتي عندها هيشان جامد في شعرها وتقصف، ممكن بس وصفه من حضرتك حلوه كده يا قلبي على قد الايد كده؟ طيب حاضر عيوني. حاضر يا حبيبي، الف الف شكر، بس نامي تقولها لي دلوقتي حبيبي. حاضر حاضر وحيدك، حاضر هنمشي منك ابدا. ماشي يا حبيبي، مع الف سلامه. طيب يا جماعه، الهيشان الشعر ده ممكن يكون اساليب غلط احنا بنعملها مع ولادنا. زي ايه؟ تصدقي تصدق اول مره اكون ايه. خلاص اهو يا دينا، اهو اهو خليتيني فقدت الشغف. والله ما انا حطاها، هسيبها كده. طيب بصوا بقى، بنسبه كبيره احنا امهات بيكون علينا عامل كبير قوي في ان ولادنا يطلع شعرهم هايش. ليه؟ احنا مش بنقتنع ابدا ان ولادنا شعرهم ليه عناية خاصة. يعني لو انت بنتك شعرها كارلي ماشي، ما تحاوليش تفرزيه، مش بالتسريح ومش بالشد ومش باللم. بنتك شعرها ممكن يكون كارلي، فكارلي يعني نزل ويفي، يعني معرج خلاص. يبقى مش شرط يكون كل الناس شعرها نازل حتة واحدة او معرج حاجة بسيطة. لا، في ناس شعرها يا جماعه عارفين هو شعر، عايزه ابسط كيرلي، فانا عنايتي بيه بطريقه غلط يدمره. الشد واللم، شعر الولاد الصغيرين مش مفروض ان هو يتلم اساسا طول الوقت، او ان هو يتلم اصلا. بيتسرح وهو مبلول، وهو مبلول ويتحط له ماسكات مثلا كريم حلو. ممكن انا اعمل له كمان ماسك كريم حلو، عباره عن ايه بقى؟ تعالي اقول لك. شويه زيت زيتون مع شويه زبادي، زيت زيتون مع زبادي، وتفرجي قلبيهم كويس جدا وحطيه كده على الشعر مش على الراس، على الشعر. ازاي يعني؟ اجيب الشعرايه كده واروح بايدي كده، اروح ماشي عكس اتجاه الشعرايه خلاص، ما بجيش عند هنا ابدا الجذور، بس كده قبل الشاور مثلا بربع ساعة واغسل لها شعرها. ده هيفرق جدا، هيرطب شعرها الهايش اللي انت شايفاه هايش ده. خلاص انا بغسل الشعر، بسرحه وهو مبلول، وبسيبه بقى يعني ينشف براحته خلاص، ما بلمش. دي حاجة قبل ما، طبعا بعد ما اخدت شاور وغسلت شعرها لازم ارطبه. ارطبه بايه؟ بالسيرم. السيرم ده عبارة عن حاجة سايلة كده خلاص، لما بحطها على الشعر بيعمل طبقه عازله ما بين الشعر وما بين ان هو يفقد الميه اللي فيه بالتعرض للشمس والحر وي 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 الكلام ده كله. بس كده. ولازم اقتنع ان فتلات جمع فتله ايه؟ فتلات الشعر مختلفه ما بين فرد والتاني، زي ما الشخصيات مختلفه زي ما اشكالنا مختلفه، مش كلنا واحد. بس كده، تعالوا نروح لفاصل نرجع نشوف هنعمل ايه تاني. استنونا.